السلام عليكم. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل لنا اللوجو؟ خليني اقول له كريت ماي لوجو، تمام، بيقول لك البراند بتاعك والسلوجان اللي انت عايزه. بيقول لك بقى اختار ايه الكلمات اللي انت عايز تحطها، مثلا جرين، هو على اساس هيبدأ يكون مثلا بلانت اورجانيك، تمام كده. احنا متجهين في سكة النباتات وحاجات زي كده، فاقول له بيلدينج، تمام. شوف بقى انت عايز تحط ايه، نولج زي ما انت عايز. قول لي ايه الالوان اللي انت بترحب بيها، بتستريح لها. تمام، فبدأ يعمل لك شوية أشكال تقدر أنت تختار لو حاجة مناسبة ليك. طبعا هو عمل لك آلاف الأشكال، أنت تقدر تختار وتعمل إيديت ليها وتشوف أفكار تانية وهكذا. يعني هو تقدر تقول بيشارك معاك في موضوع العصف الذهني.